ازاي تهدي عقلك من الحلقات المحببة الى قلبي. اعلم ان انت شيء وافكارك شيء تاني خالص، وطالما هي شيء تاني ينفع تهديها. ايوه، كل ما دربت عقلك على تجاهد الافكار كل ما ارتاح، طنش تعش تنتعش. عود نفسك على التأمل. في البداية تأمل أعضاء جسمك، غمض عينك كده واسترخي وتأمل كل عضو من أعضاء الجسم من أسفل القدمين صعودا حتى الرأس، وانت تتأملهم أي فكرة تجيلك طنشها وهديها. بالتدريب هتستمتع جدا. مفيش داعي تحل كل فكرة تيجي في دماغك، طنش وارتاح. كل ما كنت هادي أكتر كل ما الأفكار المبدعة قفزت إلى ذهنك أكتر. هدوء، أفكار، انطلق. اهجم على الضغوط بالروقان. في ناس كتير مستنيين يفضوا عشان يروقوا. بقول لهم دايما مستنيين بقالكوا قد إيه؟ كل ما هجمت على الضغوط بالروقان كل ما كنت أكتر سعادة. آخر حاجة، قرار الهدوء بإيديك. خده واوعى تستنى ظرف يجي عشان تبقى هادي. هديت؟ اهدى بقى. ايوه.